نستقبل هذا الاتصال الهاتفي من الكابتن المعلق القدير النجم الكابتن رؤوف خليف. كابتن رؤوف، نقول لك صباح الخير بتوقيت الدوحة. صباح الخير. صباح النور مشاهدينا الكريم، حينما كنت بدأت أوقاتكم ما انصدم. هو رؤوف خليف مشاهدينا الكريم يعشق المباريات، وقالها الآن بأن الكلاسيكو أفضل المباريات. إذا نبدأ بتشكيلة الريال مشاهدينا الكريم. كايلور نافاس على رأس المرمى، على اليمين هو كارفاغال، على اليسار البرازيليو هو مارسيلو، صلبية الدفاع الكابتن سيكو راموس مع بيبي البرتغالي في وسط الميدان، كازيميرو لقطع الكرات مع أمير الكروات هو لوكا مودريتش، مع الدبابة الألمانية توني كروس، على اليمين هو جاريث بيل، على اليسار زاروك ماديرا، كريستيانو رونالدو، وبالمقدمة كريم بنزيما. إذا تشكيلة البرشا مشاهدينا في برادا المرمى، على اليمين داني ألفيش، على اليسار هو علبة، بيكي مع ماسكيرونو بقلبي دفاع، بوسكويت مع إنيستا وريكيتيتش، وبالمقدمة الثلاثي لمسن ميسي نيمار وسواريز. شيء كبير يا عمري، شيء كبير يا عمري. ولكن أفضل ما علق عليه هذا الأسبوع رؤوف خليف سوليغيز يمر من أمام دير أكاتارا، يروح يتقدم، ممتاز، يروح يتقدم، جول 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 يا سريع يا سلام، يكسر الجدار الألمانية، نوير في خبر كان الكرة من الشباك الألمانية، كومودوس مدريد مشاهدينا الكريم. سيميوني بالسلامة، هم رجال، هم رجال من الأتلتيكو، ولكن يقولها دائما رؤوف خليف المستحيل ليس ألماني. اولا نقول لك صباح الخير خالد العبري، صاحب احد اشهر الحسابات عبر الانستغرام في تقليد المذيعين الرياضيين تحديدا. شعورك الان وانت تقلد رؤوف خليف في وجه رؤوف خليف؟ حبيبي رؤوف خليف والله يحصل لي الشرف، وانا كالعاده كل ما اقول له هو رؤوف خليف انا غالب الحب، يعني هو نحن نقلده لان نحبه، مش ان استغل ان هذه مهنتي انا، لا مهنته هو في التعليق ونحن نقلد صوتك واننا نحبه، يعني لا يعني لو انا سويت معلق مستحيل اقلد رؤوف خليف، يعني كل حد معلق بصوته وبحنجرته، يعني هو حنجرته ذهبيه وما يصير اقلد صوته. كم تقيمه من 10 كابتن رؤوف في التقليد؟ اكيد يعني ما شاء الله الماده الخام موجوده، هو يعني ربما لو يبتعد عن التقليد في يوم من الايام اكيد يقدر ان يكون مشروع معلق، لانه عنده النبره في الصوت يعني تصعد تدريجيا مع التفاعل بالهدف وتحسه يعلق بغرام، يعني صحيح. والتعليق بدون غرام يصبح تأدية واجب، نعم. فلازم هذا الشرط يكون مطلوب. طيب المعلق خالد ابقى معنا على الخط، كابتن رؤوف احد المعلقين الاخرين تود من خالد ان يقلده الان. لا يا شباب اختار خامه صعبه يعني بعيده عنك على اساس نشوف هل يقدر يقلده ولا. يوسف سيف مثلا، هو لو انه صعب تقليد محمد، لكن ممكن لو يسمعنا يوسف سيف. بس بشكل مختصر خالد اذا ممكن تقلد يوسف سيف. بذكرك اخوي ابو خليف بهدف ضاع من زيدان، هدف قديم. اعتقد ان بورتيو هو القادم حضر رونالدو، ويا سلام يا الله يا الله ما الذي يحدث أمامنا، يا سلام يا سلام، وشوف والله يعلق وصفه، والله يعلق وصفه، يا سلام على زيدان، والآن هو مدرب لفريق ريال مدريد. لا هذا مبدع بصراحة، هذا مبدع على فكرة، عنده عصام، عنده لا لا لأنه يعني يتأقلم مع كل الأصوات وبنفس يعني مغاير مركز، يعني تركيز عالي، لانه صعب يعني تقلد بهذه الطريقه يعني. وانظر الفارق في طبقه الصوت يعني ما بينك وما بين يوسف سيف، تغيير كلي يعني.
وينجح فيه بامتياز. لا ما شاء الله عليه بصراحة. هذه شهادة جاتك من رؤوف خليفة. هذا لازم يعني لو أقول بين معقفين يبتعد نوعا ما عن التقليد ويدخل مجال التعليق. يعني ها هذه شهاده جاتك. انا اشجعه للامانه اشجعه. ورؤوف خليفي يشجعك واقف وراك على اساس تدخل مجال التعليق باذن الله. الله يوفقك، احنا كلنا ثقه فيك. حبيبي رؤوف خليفي والله على عيني وعلى راسي. هذه امانه والله. شد والله شد حيلك يا خالد، شد حيلك. شكرا جزيلا لك خالد صاحب احد الحسابات الشهيره عبر الانستغرام في تقليد المعلقين الرياضيين. نبدا بالاسئله من تويتر تحديدا.